مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن غرق المحافظات والعاصمة بغداد والذي يتكرر كل عام مع موسم الشتاء، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والعراقي الأستاذ عبد الله الفراجي. حياكم الله أستاذ عبد الله. بداية، غرق العديد من المدن والمحافظات جراء هطول الأمطار، من المسؤول عن هذه المشكلة التي تعاني منها مناطق العراق في كل عام؟ حياك الله، اهلا بك اخي العزيز ومشاهدي قناتكم الكريمه. طبعا لا شك ان البلديات واماره العاصمه في بغداد تتحمل النصيب الاكبر من هذا التقصير الذي حدث للسنه الثامنه عشر او التاسعه عشر، خصوصا في الشتاء. استغرب اهل بغداد بعد كل زخات مطر خفيفه على غرق شوارعهم وشوارع مناطقهم. بالتاكيد اماره العاصمه هي المسؤوله الاول عن هذا الإجراء. أمانة العاصمة أحيانا تكون معالجاتها لهذه الأزمة وعلى مر السنين معالجات ترقيعية لا ترقى إلى مستوى أن تكون بغداد عاصمة العراق، كبرى مدن العراق وعاصمة الحكومة. طبعا شارع غرغة في الفترة الأخيرة الناس خُصرت في المنازل مما تسبب في قطع عدة شوارع وعدة أزقة، هذا في بغداد. أما في المحافظات في الأمر أسوأ، كذلك في حزام مدن ومدن وقرى حزام بغداد غرقت وأصبحت أضاع المستطاعات أو حال. كل هذا تتحمله بالدرجة الأولى أمارة العاصمة المتمثلة بأمينها. طيب، يعني ما مدى تأثير هذا الغرق على حياة الناس، خاصة الذي يطال المرافق العامة والدوائر الحكومية؟ حصرت الناس لثلاثة أيام، ولحسن حظ الحكومة كان المطر في يوم الجمعة والسبت والأحد ثلاثة أيام مستمرة بلياليها. كانت الشوارع عبارة عن مستنقعات وحصر الناس، وتعذر وصولهم إلى المراكز الأسواق والأفران، مما تسبب بهلع بعض الناس خصوصا في المناطق. لكن نحن شاهدنا سيد عبد الله، نحن شاهدنا غرق مستشفيات، نحن شاهدنا اغلاق مدارس بسبب يعني انقطاع الطرق بسبب الامطار والبرك الطينيه التي تشكلت، هذا تاثير على المرضى في المستشفيات وتاثير على طلبه المدارس ومسيرتهم العلميه، هناك تاثير على حياه الناس. هل تكترث الحكومه برايك لمدى الضرر الواقع على المواطنين نتيجة تعطل أعمالهم أو تضررهم بسبب عدم قدرتهم إلى الذهاب إلى مرافق عامة كالمستشفيات وغيرها؟ رأيي الشخصي هو أن الحكومة لا تكترث بما يهم المواطن. الحكومة لديها علاجات لهذه الأزمة، كل سنة تشبه سابقتها علاجات ترقيعية أو عمليات ترقيعية. ما يبدا هطول الامطار تبدا فرق البلديه وتغرق الشوارع، تبدا فرق البلديه بالماسحات تبدا تشيف. وهذه برايي الشخصي وراي كثير او اغلب العراقيين، هذه وسائل بدائيه لا ترقى لان تكون بمستوى المسؤوليه، مسؤوليه الحفاظ على المدن. اما بخصوص التاثير السلبي على الامرار على المرضى بالمستشفيات، لأنه بعض المستشفيات غرقت في المحافظات والأغذية التي تقع جنوب العراق، نعم بالتأكيد الأمراض الأوحال والمستشفيات هذه تضر بالمستشفيات وتتعذر ويتعذر المواطن بالوصول إلى هذه المستشفيات، خصوصا إذا ما كانت هناك حالة طارئة. والطلاب أيضا طلاب المدارس خصوصا الابتدائيات والمتوسطة والإعداديات جلهم جل يوم السبت والأحد جلهم لا يستطيع خصوصا في المحافظة الجنوبية لا يستطيع الوصول إلى أماكن دراستهم نظرا لغرق مدنهم وتجمع وتكون مستنقعات وأوحال في أغلب الطرق المدن. طيب، في جنوب العراق وبغداد. سؤالي لحضرتك بخصوص الأموال المخصصة للإعمار ولتقديم الخدمات التي تقول السلطات على مدى السنوات الماضية أنها خصصت مبالغ لإعادة إعمار أو تهيئة البنية التحتية وغيرها، هذه الأموال لم يرها المواطن تنعكس على شيء على أرض الواقع، بل خصصت وأقرت
وقيل عن مبالغ معينة، لكن هذه المبالغ لم ترى النور بالنسبة للمشاريع الخدمية، أين ذهبت برأيك؟ رأي العراقيين ورأي أغلب المتابعين أنها ذهبت لجيوب الفاسدين، لأن كل عملاء العصر الذين أتوا وكل البلديات هم مرتبطون بأحزاب سياسية ومافيات وميليشيات مسلحة أخرى، مما تسبب باختفاء أغلب هذه الميزانيات الانتجارية التي خصصتها الحكومات المتعاقبة، حكومات الاحتلال المتعاقبة بعد 2003 للعمل البلدي والتطوير. الحكومة لم تطور أي بلدية في العراق، سوى الاستمرار على المنهاج القديم، ولا توجد لديها أي حلول، مجرد حلول ترقائية لا ترقى أن تصل إلى مستوى المسؤولية. شكرا جزيلا لك سيد عبد الله الفراجي الصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.